طلعنا مظاهرة في الشمال السوري بمدينة الباب نطالب بالأحرار وجيش الحر والجيش الوطني بتحرير سوريا بكاملها وبمدينة منبج وشرق الفرات ومعركة نبع السلام. نرجو أن تحرر كل سوريا بأكملها بأسرع وقت، نحن بحاجة لتحرير. ننظر اليوم نحن عنا ميليشيا قصد هي هدفها انفصالي، تمام، غير المشروع الثوري وغير المشروع يلي بيهدف للسوريين كلياتها سواء عرب أو أكراد أو غيره. بده يتحدى هي الثورة من أدى، بدنا نعد البشار وقاسد بدنا جنة جنة جنة.